يقول السائل: إذا خرج المعتكف من المسجد لغسل ملابسه وانتظرها حتى تنشف، فهل يؤثر هذا على اعتكافه؟ إن كان فيها نجاسة فلا بد من غسلها، لا بد من غسلها، يغسل النجاسة، لا بد من غسلها. ولو إذا صار ما عندها أحد يأخذها ويغسلها، لا يخرج هو ويغسلها، لا مانع من ذلك، لأن هذا حاجة. أما إذا كان المراد بغسلها للنظافة فلا، ما يخرج ليغسلها للنظافة. نعم.